والآن إلى كييف مع مراسلنا من هناك عدنان جان. عدنان، ضعنا في صورة الوضع الميداني اليوم في كييف بعد كل القصف الذي كان مركزا في الصباح، وأيضا مع الحظر الذي فرض، وسط معطيات على ما يبدو بأن ربما هناك أيضا معطيات مشابهة لما سبق بأن هجوم روسيا قد يكون قريبا برا أيضا. نجداء، كييف لليوم الثاني على التوالي وبالتحديد الأحياء السكنية هي في مرمى نيران القصف الروسي. اليوم ثلاث مواقع في جهات متعددة من العاصمة الأوكرانية تعرضت لقصف مدفعي روسي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. أولى هذه المواقع كانت بالقرب من محطة القطارات حيث تم استهدافها بقذيفة مدفعية، وثاني المواقع كانت إحدى الأحياء السكنية في شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، والموقع الثالث في محيط منطقة إربين أيضا في شمالي غربي العاصمة الأوكرانية كييف. وبتنا نقول بأن الأحياء السكنية الآن باتت مستهدفة بشكل مباشر. زرنا المواقع الثلاثة هذا اليوم نجلاء، ولا يوجد في محيطها أي تجمعات عسكرية أو حواجز أو نقاط تفتيش تابعة للجيش الأوكراني، لكن تم استهداف المنازل مباشرة ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. وبالتالي هذا الوضع الجديد أو المنعطف في تطورات المعركة خلق نوع من الرعب، خلق نوع من الفزع في نفوس الأهالي المدنيين الذين بدأوا يفكرون جديا بمغادرة العاصمة الأوكرانية إلى مناطق أكثر أمنا. نحن نعلم بأن مع بداية هذه العملية العسكرية نصف سكان العاصمة أو أكثر من نصفهم غادروا كييف، والآن من تبقى هنا يحاول أن يجد ملجأ آمنا له ولأسرته في الحدود البولندية أو في مناطق أخرى في لفيف أو في المدن الشمالية. وبالتالي ربما بعد وصول المعركة إلى قلب العاصمة على الأقل حاليا من خلال القصف المدفعي والصاروخي، هذا الوضع ربما شكل حالة من الخوف والفزع، ما دفع السلطات الأوكرانية وعمدة المدينة هذا اليوم إلى إصدار قرار يقضي بفرض حظر للتجوال ابتداء من مساء هذا اليوم وحتى صباح يوم الخميس للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين. والسلطات تطالب جميع المدنيين بضرورة البقاء في الملاجئ عند سماعهم لصفارات الإنذار، لكن ربما النقطة الأخطر نجلاء هي استهداف المنازل السكنية مع ساعات الصباح الأولى لليوم الثاني على التوالي، وعند الساعة الخامسة فجرا أو السادسة فجرا يتم استهداف الأحياء السكنية حين يكون المواطنين أو سكان المنازل نيام، يتم استهداف تلك المناطق مع ساعات الفجر الأولى. ربما هذا الوضع بات يشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين في هذه المدينة. طبعا كل هذا يأتي بالتزامن مع استمرار المعارك في محيط العاصمة. كنا نتواجد قبل قليل في بالقرب من منطقة إربين شمالي كييف، اشتباكات وقصف مدفعي عنيف يحدث في تلك المنطقة بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث تحاول القوات الروسية تطويق العاصمة وفرض حصار عليها منذ عدة أيام، لكن حتى هذه اللحظة السلطات هنا تقول بأن العاصمة في مأمن، لم يتم حصارها، وهناك مقاومة عنيفة من قبل الجيش الأوكراني لأي تقدم روسي سواء في المحور الشرقي في بروفري أو في المحور الشمالي والشمال الغربي في إربين وستويكا. وبالتالي المعارك ما زالت مستمرة. وأيضا نجلاء فقط أود الإشارة بأن السلطات هنا تتحدث عن وجود خلايا تابعة لروسيا داخل العاصمة الأوكرانية كييف، وتقوم بإعطاء إحداثيات عبر الهواتف النقالة لمواقع الجيش الأوكراني حيث يتم استهدافها من قبل الجيش الروسي. وبالتالي إحدى الأهداف من وراء فرض حظر التجوال في كييف هو ربما محاولة إلقاء القبض على بعض الأشخاص المطلوبين. والآن عند عودتنا من إربين إلى قلب كييف كنا نشاهد لدى الجيش الأوكراني المتواجد في الحواجز صور لأشخاص مطلوبين أو على قوائم المطلوبين لدى السلطات الأوكرانية، حيث تتهمهم السلطات هنا بأنهم يتعاونون مع الجيش الروسي ويعطونهم معلومات وأحداثيات عن نقاط ومواقع الجيش الأوكراني داخل العاصمة الأوكرانية كييف. شكرا جزيلا لك عدنان جان مراسلنا من كييف.